السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم أخواني، وأهلا وسهلا بكم بدرس جديد. واليوم نرحب بكم، معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والصوت والغناء العربي والنظريات من العراق. أشرب بكم أخواني بعد الدروس اللي أعطيناكم إياها في البداية، اللي اختصت بمقام البيات، واختصت طريقة العزف بالعود للبيات، وطريقة الغناء مقام البيات بالصوت. اليوم احنا عندنا درس جديد اللي هو كيف تستخدم الإيقاع مع ضربة الريشة لآلة العود، وهي جدا مهمة. وكثير من الأصدقاء اللي هم اتصلوا بي، وكثير من الطلبة وكثير من المشاهدين اتصلوا بي خصوص عندهم خطأ كبير موجود في الإيقاع، يعني طريقة الإيقاع أو ضربة الريشة بآلة العود من أثناء الإيقاع يلاحظون أنه في اختلاف، أو ما يقدر أنه يطبق، أو لا يستطيع أنه يطبق آلة العود أو الأغنية من خلال آلة العود مع الإيقاع حتى يقدر أنه يعزف الأغنية. اليوم إحنا هذا درسنا، ومن خلال أنه تعرف أنه آلة العود تقدر تعزف عن طريق الإيقاع، وراح أعلمكم طريقة جدا سهلة. قبل ما أبدي، أنه عندكم الدورات الموسيقية هي اشتراك أونلاين، يعني كثير من يتصلون بي حابين أنه يلقون المكان داخل العراق الحبيب، موجود أنه أونلاين واشتراك شهري من محاضرات، و إما ذهاب إلى البيت إذا كان في بغداد طبعا. خارج العراق أونلاين مباشرة دايركت، يعني أنا مو حاليا يتصلون بي من بعض الدول العربية يريد درس، يعني أعطيني درس بالواتساب، ما يصير. درسنا مباشرة هي دورة اشتراك، وليس يعني مباشرة أعطيك الدرس، يعني والله أعطيني سلم موسيقي إذا ممكن. أنا عندي وقت محدد. التطبيقات اللي احنا عندنا الإيمو، سكايب، واتساب، وأي تطبيق آخر، جاهزين وحاضرين. الآن راح نسمعكم بآلة الأورغن هاي الإيقاعات، يعني نلاحظ هذا الإيقاع، شوفون ما أعطيكم إيقاع بسيط، راح يكون عندنا هذه الطريقة. يعني تلاحظ انه ضربة الريشة مع ضربة الإيقاع 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. إذا غير الإيقاع حاليا راح أسمعكم غير إيقاع، لاحظ هذا الإيقاع مثل أكو موجود الإيقاعات الشرقية أصلا، راح أسمعكم وياه. لاحظ هذه الإيقاعات تشتركوا معاها، فأكو كثير من الإيقاعات وتقدر أنه تبطئ وتسرع. مثل الإيقاع هذا الغربي، يعني
حالكم. الآن عندنا هذا الإيقاع، إيقاع شرقي. تم التحسب 1 2 3 4. دائما تكون القوية، يعني ساعدنا مثلا، لا او هذه الإيقاعك راح يكون دائما مع ضربة الريشة، يعني 2 3 4 1 2 3 4. ايضا راح يفيدكم بموضوع تقوية الاصابع. اتمنى انه اي واحد من اصدقائنا عنده سؤال نقدر انه نضيف لكم او اشياء جديدة لقناتنا الحلوة الجميلة، لكن خلي في بالك دائما انت ضربة الريشة تكون دائما مع ضربة الايقاعية للثمانية الى الاسفل، يعني هي نازل صاعد، فالضربة دائما تكون قوية في البداية، فتصير 1 2 3 4 1 2 حسب الإيقاع اللي موجود. أتمنى أن استفادتم من هذا الدرس، ولا تنسون اللايك والاشتراك، وتحياتي لكم وين ما تكونون، وأتمنى لكم عام جديد، عام 2023، سنة خير يا ربي وأمان على كل أحبابنا في العراق وفي العالم العربي وفي العالم. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.